السلام عليكم، صبحكم الله بالخير متابعينا الكرام. من منكم اللي الثيل لعب في الشجرة عندها وتعبها وقروشه؟ هذه شتلات مشمش عمرها على 4 سنوات تقريبا، هذه مضبوطة أحواضها، ما كان فيها الثيل ده العشب الأخضر، هذه كان فيها حاجة بسيطة ونظفتها أمس. هذه الثيل فيها واجد، وشوف ايش صورها، شوف هذه واحدة وهذه خواتها، شوف الفرق، ما اختلف اي تسميد او اي شيء بين هذه وهذه. هذه اللهم ان الثيل لعب فيها لعب، اتعبها تعب مر، هذا الثيل وهذه عروق، والله اني من امس انظف فيها. بنعطيكم طريقة ان شاء الله حلوة تقدر تفكك من الثيل هذا، بنفرش احجار او حصى في الحوض بطريقة معينة بتفكنا او بتقلل من اضرار الثيل باذن الله. هذه الطريقة يا متابعين الكرام، رصينا الاحجار في الحوض، المفروض اني ارص كامل الحوض بس ابغى اخليها في الارضية فقط علشان اتأكد من نجاح التجربة، بخليها 2 أسابيع 3، إذا طلع ثيل هنا بس ما طلع هنا بيكون فيه نجاح يعني في التجربة وتقليل من ضرر الثيل بإذن الله.